الكونغرس المؤسسة التشريعية الأمريكية يضم الكونغرس الأمريكي كل من مجلس النواب الذين يتكون مجموع أعضائهم من 435 عضوا، يجرى انتخابهم كل سنتين ويمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات. ومجلس الشيوخ الذي يعتبر المجلس الأعلى في الكونغرس ويتكون من 100 عضو وينص الدستور على تمثيل متساوي لكل الولايات، فيه بمعدل نائبين 2 لكل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها. تعد ولاية كاليفورنيا الأكثر تمثيلا في مجلس النواب، حيث يبلغ عدد نوابها 53 باعتبارها أكثر ولايات البلاد سكانا. وتغير حدود الدوائر الانتخابية تبعا لعدد السكان، حيث يتجدد الدوائر كل 10 سنوات عقب إجراء الإحصاء العام للسكان، في حين يكون لخمسة أقاليم ومناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة ممثلون في المجلس لكن لا يحق لهم التصويت. يشترط في كل مرشح لعضوية المجلس أن يكون مواطنا أمريكيا منذ 7 سنوات على الأقل، وأن لا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون مقيما في الولاية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويلتزم بأن لا يمارس أي وظيفة عامة في الخدمة المدنية أو الجيش أثناء عضويته. ويمنع الدستور الأمريكي أي تمييز في حقوق الأفراد الانتخابية بسبب الجنس أو الأصل، ويترك للولايات وضع الشروط الواجب توفرها في الناخبين. يجتمع المجلس في اليوم الثالث من جانفي الذي يلي انتخابات الكونغرس لانتخاب رئيس المجلس أو المتحدث باسمه، وكذا انتخاب زعيم للأغلبية وآخر للأقلية بالمجلس. يكون رئيس المجلس هو العضو الأكثر تأثيرا فيه، لأنه يأتي في المرتبة الثانية لشغل منصب رئيس البلاد في حال شعوره بعد نائب الرئيس. يعد رئيس مجلس النواب الأمريكي القائد المعترف به لحزب الأغلبية، ورغم أنه لا يشارك في عضوية أي لجنة من اللجان الدائمة للمجلس، فإن من حقه أن يصوت على مشاريع القوانين وأن يشارك في مناقشات الأعضاء، وهو من يقوم بتغيير قواعد العمل في المجلس ويحيل مشاريع القوانين على اللجان المختصة، ويقرر المسائل الإجرائية ويطرح المواضيع للتصويت ويعلن نتائج التصويت. تملأ المقاعد الشاغرة في المجلس عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة. لمجلس النواب الأمريكي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية، وله سلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا، إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات، ويوكل إليه اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشحي الرئاسة الأكثرية. وفي هذه الحالة يملك ممثل كل ولاية صوتا واحدا. يقر المجلس معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية مثل مجلس الشيوخ أو بتعليق الأحكام، وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها. أما تلك التي تكون محل خلاف فينظر فيها المجلس وفقا لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد. تستمر عضوية النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي والمعروف باسم السيناتور لمدة 6 سنوات، ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع العام المباشر. ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن لا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات على الأقل، وأن يكون في وقت الانتخابات من سكان الولاية التي يسعى إلى تمثيلها. ويعد منصب عضو مجلس الشيوخ امتيازا أرفع من منصب عضو مجلس النواب، مع أن كل من العضوين يتمتع بحصانة قضائية تحميه من إلقاء القبض أو الاحتجاز من قبل الشرطة، ومن استدعاء المحكمة للشهادة أو للاستجواب إلا في حالة الجرائم الكبرى كالخيانة العظمى وخرق الأمن. يرأس نائب رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ، لكن المجلس يختار رئيسا فعليا له من بين أعضائه المنتمين إلى حزب الأغلبية، ويترأس الرئيس جلسات المجلس عند غياب نائب رئيس الجمهورية، كما يتولى المجلس اختيار زعيمي الأغلبية والأقلية داخله.
ونظرا لحجم ومهام المجلس التداولي فإنه يقسم عمله بين 20 لجنة و68 لجنة فرعية وأربع لجان مشتركة. يعين حاكم الولاية الذي يخلو أحد مقاعدها في المجلس عضوا مؤقتا في المقعد الشاغر، وذلك إلى غاية إجراء انتخابات خاصة لاختيار ممثل عن الولاية في موعد تحدده الهيئة التشريعية فيها. يملك مجلس الشيوخ عدة صلاحيات لا يملكها مجلس النواب، من بينها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع رئيس البلاد عليها، وكذا المصادقة على التعيينات في عدة مناصب عليا ككبار الموظفين وقضاة المحكمة العليا وبعض المناصب العسكرية والسفراء. ولعب مجلس الشيوخ دورا رئيسيا في إقرار قانون الحريات المدنية في 19 من جوان 1964، الذي مكن من توسيع الحقوق المدنية والسياسية وإنهاء التمييز في الحياة العامة لصالح الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية.